فأنت لو فكرت وتدبرت حالة ولي الأمر وحالة المسلمين معه، ولي الأمر يتعب ويواجه المشاكل ويواجه الأخطار، ودائما هو في عراك مع المشاكل، وأنت في راحة وفي أمن واستقرار تحت ظله، تحت ظل ولي الأمر، فهذا مما يوجب الشكر على المسلمين، أن يشكروا الله الذي جمعهم وأقام لهم إماما يسهر على مصالحهم وعلى أمنهم واستقرارهم. فهو عليه التعب العظيم، لكنه مأجور إذا صلحت نيته، ومأجور أجر عظيم. ونحن في راحة وفي استقرار وفي أمن وفي رغد من العيش، هو كما تعلمون هو دائما يصارع المشاكل، دائما يحاذر من العدو، دائما يخشى من هجوم العدو ومن مخاطر الفتن والشرور. وأنتم آمنون مستقرون تنامون وتأكلون وتشربون. فهذا يجب على المسلم أنه يتفكر فيه.